أعزائي طلاب اقتصاديات تخطيط الصناعة والطاقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتور رامي الأزهري في المحاضرة الخامسة والأخيرة، والمحاضرة ديت عن تخطيط الاستثمار. تخطيط الاستثمار وهو من الموضوعات العملية اللي فيها التمارين وحلول، أتمنى إن هي ما تكونش يعني صعبة عليكم في الكتاب برضو، إن شاء الله يا رب يعني ما تكونش صعبة. الأول بس خلينا ناخد إيه هو معنى كلمة مفهوم تخطيط الاستثمار، يعني إيه تخطيط الاستثمار؟ تخطيط الاستثمار بيقول لي هو جميع العمليات المتعلقة بتحديد نمط تخصيص الموارد الاقتصادية. بمعنى إيه؟ طبعا الموارد الاقتصادية اللي موجودة عندنا اللي هي عوامل الإنتاج، اللي هي إيه؟ العمل والأرض ورأس المال والتنظيم. أنا دلوقتي بحاول أخطط علشان اشوف انا هودي قد ايه من العمل. طبعا كل دوله زي ما احنا عارفين عندها مجموعه من العمل ومجموعه من راس المال، كم من العمل وكم من راس المال والتنظيم وراس المال. فانا عايز اشوف انا هودي قد ايه من العناصر الانتاج ديت للاستثمار في الصناعه دي، وقد ايه للاستثمار في الصناعه دي، وقد ايه للاستثمار في الصناعه دي. طب دوت ليه؟ قال لي علشان احقق اقصى عائد ممكن من استخدام الموارد المتاحة للاستثمار. يبقى أنا عشان أحقق أقصى عائد من استخدامي للموارد ديت، أنا بعمل حاجة اسمها تخطيط الاستثمار. يعني إيه تخطيط الاستثمار؟ يعني أنا هودي قد إيه من عناصر الإنتاج في القطاع ده، وقد إيه في القطاع ده، وقد إيه في القطاع ده، أو قد إيه في الصناعة دي، وقد إيه في الصناعة ديت، وقد إيه في الصناعة ديت. وده المقصود بتخطيط الاستثمار. فيهمني جدا إن أنتوا قبل ما تحفظوا الحاجات دي تكونوا فاهمين يعني ايه تخطيط الاستثمار. لما انا اقول عايز اخطط استثمار، يعني ايه هو تخطيط الاستثمار. النقطة اللي بعد كده عشان اخطط الاستثمار، ايه اللي انا محتاجه؟ اول حاجة انا محتاج احدد الحجم الكلي للاستثمارات. يعني ايه؟ يعني حضرتك عايز تستثمر على مستوى الدولة ككل قد ايه؟ على مستوى القطاعات اللي موجودة عندك ديت هتستثمر قد ايه؟ وعشان نقدر نحدد الحجم دوت، احنا عندنا كذا معيار. ايه هي المعايير اللي احنا بنستخدمها؟ اول معيار عندي هو معيار الحد الادنى للاستثمار، وهو جاي من اسمه معيار الحد الادنى. ايه هو اقل حجم من الاستثمارات انت تقدر تعمله؟ حجم الاستثمارات الادنى دوت او الاقل، ده اقل حاجه حضرتك تقدر تستثمرها، ما تقدرش تستثمر اقل من كده. ده ليه؟ قال لي عشان اقدر احافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي عند الحجم اللي موجود دوت قصاد الزياده السكانيه اللي بتحصل. يبقى انا عشان ما يقلش متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، انا محتاج استثمر حجم معين، تمام، عشان يعوض الزياده اللي حصلت في السكان، وده اسمه معيار الحد الادنى للاستثمار. النقطه اللي بعد كده المعيار الحد الاقصى، ده بيعبر عن اقصى معدل ممكن للاستثمار من الناحيه العمليه، وبيتحدد اقصى معدل ممكن للاستثمار عن طريق حساب الجزء المتبقي من الدخل القومي بعد اقتطاع الجزء اللازم لسداد احتياجات افراد المجتمع عند مستوى حد الكفاف. ايه معنى الكلام الغريب قوي دوت؟ انا دلوقتي جالي دخل قدره 1000 جنيه، كويس؟ ال 1000 جنيه ديت انا هوزعها على ايه؟ جزء هيروح للاستهلاك وجزء هيروح للاستثمار. يبقى انا ال 1000 جنيه اللي جولي دول في جزء هوديه للاستهلاك وجزء هوديه للاستثمار. سؤالي بقى ليكو، ايه هو اكبر قدر تقدر تستثمره؟ هتقول لي انا هاكل واشرب على قدي قوي قوي قوي، والجزء اللي هيفضل هوديه للاستثمار. طب انت محتاج تاكل وتشرب بقد ايه؟ لو انا اكلت وشربت وعلى مزاجي قوي وتروقت جدا هصرف 800 جنيه. لا، انا مش بقول لك اصرف على مزاجك، انا بقول لك اصرف على القدر اللي يخليك يا دوبك يسد احتياجاتك، اللي احنا بنقول عليه حد كفاف الاستهلاك. فقلت له والله لو انا عشت على القد قوي 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 هصرف 300 جنيه. اقول لك كويس، لو انت عشت ب 300 جنيه، يبقى المبلغ اللي فاضل قد ايه؟ المبلغ اللي فاضل هو 700 جنيه. يبقى ال 700 جنيه ديت هو اقصى قدر حضرتك تقدر تستثمره، ما تقدرش تستثمر اكتر من كده. طب لو انا استثمرت 800، لا ده انا هموت. ليه؟ لان انا مش هقدر اعيش على اقل من 300 جنيه اجيب اكلي وشربي مثلا يعني، تمام؟ اتمنى النقطه دي تكون مفهومه لحضراتكم. المعيار الثالث والاخير هو معيار المقدره الاستيعابيه، وده بيقول لي بيحدد قدره الاقتصاد القومي على استيعاب الاستثمارات الجديده. بيقول لي احنا هنشوف بقى، انا ماليش دعوه بالفلوس بتاعتك قد ايه،
الاقل فلوس تستثمرها ولا اقصى فلوس تستثمرها، لا انا عايز اشوف الاقتصاد يقدر يستوعب قد ايه. طيب ده على اساس ايه؟ ايه القدر دوت؟ قال لي ده القدر اللي لا يؤدي الى تخفيض العائد على الاستثمار الى حد معين. طبعا احنا عارفين على سبيل المثال لو انا فتحت مصنع مثلا للسيارات هيجي لي عائد على السيارات اللي انا هبيعها. طب لو انا فتحت مصنعين، طب لو انا فتحت 100 مصنع، اكيد العائد بتاعي هيبدأ يقل. فانا عايز اشوف ايه هو اقصى حد اقدر افتحه من الاستثمارات اللي ما يخفض ليش العائد على الاستثمارات. تمام، يبقى العائد هيبدأ يزيد 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 لحد حد معين، وبعد كده يبدأ ينقلب، ابدأ اشوف ايه هو اقصى نقطة تديني اعلى عائد للاستثمار عندي. وديت الثلاث معايير اللي احنا بنستخدمها. تعال بقى نشوف كده تمرين عملي على النقطة ديت. بيقول لي تمرين: إذا كان الدخل القومي لأحد البلدان 5000 مليون جنيه، و5000 مليون جنيه لو احنا عايزين نحولها لمليار، أعتقد خدناها قبل كده، من المليون إلى المليار بنقسم، من المليون إلى المليار بنقسم على 1000، فنقسم على 1000 يعني كأني بقول لك 5 مليار جنيه مثلا يعني. يبقى إذا كان الدخل القومي لأحد البلدان مثلا، ده مثال يعني، 5 مليون جنيه، وعدد السكان كان 20 مليون نسمة، وكان معدل النمو 2.5% سنويا، وقدامي بيانات تانية، نسبة رأس المال إلى الناتج، معنى الكلام دوت اللي هي 4:1، يعني أنا محتاج أستثمر أو أستثمر 4 جنيه عشان أولد 1 جنيه، يبقى كل توليد الواحد جنيه بيحتاج مني استثمار رأس مال قدره 4 جنيه، وده ساعات بيسمى المعدل الحدي لرأس المال إلى الناتج. وقال إن مستوى حد الكفاءة للفرد الواحد، خلي بالي هنا إن هو بيقول لي للفرد الواحد، وهم 20 مليون، للفرد الواحد هو 150 جنيه سنويًا. المطلوب تحديد الحجم الكلي للاستثمار وفقًا للمعايير المختلفة. إحنا قلنا هنا إحنا كنا خدنا كم معيار عندنا؟ كنا خدنا ثلاث معايير عندنا. تعالى كده نشوف أول حاجة معيار الحد الأدنى للاستثمار، ودوت من خلال نموذج يعرف بنموذج هارود ودومار. هنحط ان معدل نمو الدخل القومي هو بيساوي نسبة الاستثمار الى الدخل على معامل رأس المال الى الناتج. وطبعا احنا كنا خدنا معامل رأس المال الى الناتج اللي هو كان 4:1، يعني اللي هي 4، واداني معدل النمو الاقتصادي ب 2.5%. فبالتالي ايه اللي فاضل لي؟ نسبة الاستثمار الى الدخل. هعمل طرفين في وسطين فيطلع عندي نسبة الاستثمار الى الدخل هي 10%. يبقى معنى الكلام دوت ان على الدولة ان تستثمر 10% فقط من الدخل القومي. طيب هو الدخل القومي بتاعها قد ايه؟ ما هو كان لسه مدوني ب 5000، يبقى 5000 في 10 على 100 فيطلع لي 500 مليون جنيه. يبقى الحجم الادنى للاستثمار عندي هنا هو 500 مليون جنيه، ما ينفعش نستثمر اقل من 500 مليون جنيه من اصل ال 5000 اللي موجودين عندنا. طب ده الحد الأدنى، نحسب إزاي الحد الأقصى؟ عشان نحسب الحد الأقصى إحنا لازم نشوف إحنا بنستهلك قد إيه. فاكر لما أنت قلت لي من شوية إن أنا بستهلك أقل حاجة 300؟ طيب إحنا دلوقتي قلنا في المثال بتاعنا إن الفرد بيستهلك 150، تمام؟ بس هما مش فرد واحد، هما 20 مليون، يبقى أضرب ال 150 في ال 20 فيطلع عندي 3000 مليون. يبقى معنى الكلام دوت ان الاستهلاك بتاعنا ما ينفعش يقل عن 3000 مليون او 3 مليار، واحنا الدخل بتاعنا كان كام؟ 5 مليار، يبقى اللي فاضل كام؟ هو 2 مليار، ودوت بيمثل الحد الاقصى للاستثمار. طبعا نقدر نقسم ال 2000 على ال 5000 فيطلع لي ال 40%، ودوت بيمثل ما اقدرش استثمر اكتر من 40% من الدخل بتاعي. طبعا القدره الاستيعابيه للاقتصاد ما نقدرش نحسبها بالنسبه للتمرين، بس في عندكم مجموعه من التمارين الاضافيه بالنسبه للفصل دوت، اتمنى ان انتم تكونوا تبصوا عليها، وبرضو عندكم الكودز اللي هي اللي موجوده على الكتاب، هيقدر يدي لك يفتح لك اكسس على تمارين اضافيه اخرى هتبقى مهمه برضو لحضراتكم اونلاين. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، سواء من المحاضرات او في الامتحان ان شاء الله،
وبرضو زي ما احنا قلنا ان المحاضرات ديت كلها هي توضيحات لنقاط رئيسية، برضو مهم ان انتوا تبصوا على باقي النقاط من الكتاب وتتوسعوا فيها، بس عشان التعليم بسبب الظروف اللي عندنا التعليم عن بعد، فاتمنى ان النقاط ديت تكون وضحت لحضراتكم بشكل ملائم، ويا رب نشوفكم على كل خير، ويا رب كلكم موفقين في الامتحانات بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.